اليوم الفيديو مختلف عن كل فيديو. السلام عليكم اصدقائي واهلا وسهلا بكم. اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو مختلف، نطلع شوي من جو الاغاني وننزل اليوم عن التيك توك. تيك توك جزائريين ضد الاجانب. طبعا التيك توك ما اعرف رايي به، بعض التيك توكات لانه بصراحه تجيب المغص، وانا اذا اجاني المغص فورا اسهل ويجيني الاسهال يعني. فان شاء الله تكون هاي المقاطع حلوه وتغيرها. انا ما شاء الله فتحت اليوتيوب لقيت لك كثير مقاطع من الجزائريين ضد الاجانب. اوكي، جزائريين ضد تيك توك الاجنبي. تعال شوف منو الاحلى، منو الاحلى، شوف. ويا رب ما يجيني مغص، يا رب تكون مقاطع حلوه. بس شنو رايكم، سريع مرتب مو بالله مو حلو؟ صار لي ساعه ارتب، يحط لايك على الفيديو. صار لي ساعه ارتب بالسريع بس مشان يطلع قدامكم حلو، ولا هو منظر ورا الكاميرا زفت، لا تفضحونه. المهم خلينا نبلش بالفيديو. وضيفني على الانستغرام. ليش ما انك ضيفني على الانستغرام؟ اذا انت مو ضيفني على الانستغرام انزل على الرابط تحت بالوصف، انزل على الرابط بالوصف موجود. صحيح انا قلتها صح. يلا انزل بلش بالفيديو، لانه انا بصراحه احكي كثير فالاحسن بلش بالفيديو. 1 2 3 وقفي ثمان. انت معلم بغض النظر انك جزائري ومش بس معلم، والله شلون مشان هاي الهذولاك وما المهم يعني خوتني. شوف اللي بعدها هاي، والله هاي العجيب مبين عليها حلوه هاي. شوفها هاي جزائري؟ شو المسخرة واللي يقوم عند الأرض؟ والله أنا بس أردفها مع المسخرة. والله حرام. حلوة يا أخي. تونس، تحية لأهل تونس. ما فهمت يعني. انا ما فهمت يعني انه بدل لباسه وهذا ما فهم. اوكي خلينا نكمل. صراحة فرنسي كان احسن منه. بريطانيا مالك طلول، مالك طلول، مالك هذا لباس تقليدي مو تبع لباس الجزائري. هيك اللباس، لباس متحشر حلو. Ya lo mato para
والله عجبني. هسه هاي واضحة، هاي واحد لابس قلابية وواحد وراه، وذيش نفس العملية وحدة وراها واحد ولا وراهم ولا أنا أتفهم من عليش ما نعرف نتفرج نكمل. يعني هالساعتين المقطع كله بس هيك؟ يا رب يا رب جيب لنا طولة هالبال. انه ايه يعني هذا هو المقطع. التيك توك انتو يا ولد، التيك توك عندكم مقاطع حلوة، عندكم مقاطع تجيب الغمص. الغمص المغص والله انا يعني بالخربطة خربط كثير بالكلمات. خلينا نكمل. شوف هاي البنت الجزائرية يعني. صلى عيونها حلوة يا اخي. هيك المواهب. اوكي يعني هنا الان انا ما عجبوني غير مقطعين، مقطع البنت الجزائرية بتغني ومقطع الشاب الجزائري اللي امه تلخه بالشحاطه بالبليغه. هذا هاي حلوه. اوكي يعني الى الان المقاطع الجزائريه متفوقه بصراحه. يعني انت اللي علمك تفتح تيك توك منو؟ بس قل اللي علمك تفتح تيك توك منو؟ ايش هالمقطع هذا اللي ما فهمت منه يعني؟ وين الموهبة بالموضوع؟ خلينا نكمل نشوف. بس والله شهادة لله هذا الشاب حليوة، هذا الجزائري أحلى مني بمليون مرة يا زلمة، حليوة يا زلمة. إذا أنا حبيته يا زلمة شلون بنات. اوكي وبعدين ولهون يكون خلص مقطع الفيديو. مثل ما انتم شايفين عجبتني تقريبا 3 مقاطع بس، واللي هي فعلا المقاطع الجزائريه اللي هذا اللي تلحق امه بالشحاطه البليغه يعني، والتغني راب، والثالث اللي اول ما بلش بالطاقيه وبالهذول هو اللي طير راسه يعني. باختصار انا هيك برايي الجزائر احسن، مش لانه يعني انا احب الجزائريين، لا لانه فعلا هاي الحقيقه فعلا يعني.
اوكي. اذا عجبتكم مقاطع التيك توك قولوا لي بالتعليقات، ممكن ننزل كمان مقطع، او ابعثوا لي على الانستغرام مقاطع، اللي عنده فكره فيديو يبعث لي على الانستغرام، ضيفني على الانستغرام وانا من عيوني نحكي ونتعرف واشربك شاي ديري من عندنا. ضيفني على الانستغرام، ايش خسران يعني، زين ضيفني على الانستغرام يعني. يلا نشوفكم فيديو جديد.